استعرضنا صبيحة اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، أخذنا علم بالتطورات الإيجابية التي حصلت في علاقاتنا، وفي نفس الوقت اطلعنا على عدد من المشاريع الكبيرة التي يجب تحقيقها لرفع من مستوى الشراكة الجزائرية النيجيرية إلى مستوى إمكانيات البلدين ومقدورات البلدين، وكذلك جعل تطور علاقات الاقتصادية والانسجام والاندماج الاقتصادي في القارة الإفريقية على مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين وتطابق وجهات النظر بين الجزائر ونيجيريا فيما يتعلق بالقضايا الإفريقية الأساسية.